لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وعقوبة من عصى إمامه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم صلى الله عليه وسلم. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قال: قولوا. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. رواه في كتاب المغازي في باب غزوة أحد. وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا الباب الذي شرح فيه ابن حجر الحديث، قال باب كما ذكرنا عند الأكثر، قال باب غزوة أحد، في بعض النسخ باب فقط، وذكر فيه حديث أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير. هذا باب بس. قال فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. باب غزوة أحد هو الذي ذكرت فيه الآيات التي ذكرها البخاري في الترجمة. الباب تلاوة الآيات قدمت وأخرت البابين. عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ قال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. في كتاب تفسير القرآن باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم، ذكر الحديث عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال باب ما يكره من الشر من التنازع والاختلاف
في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. قال ابن حجر رحمه الله: بما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، أي من المقاتلة المقاتلين يعني في أحوال الحرب، وقوله وعقوبة من عصى إمامه أي بالهزيمة، عقوبته بالهزيمة وحرمان الغنيمة، قوله وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب كذا لأبي ذر. قال قتادة: الريح الحرب. وقع في رواية البصيري قال الريح، قال قتادة: الريح الحرب. هذا قد وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحو، وهو تفسير مجازي. فالمراد بالريح القوة في الحرب، والفشل الجبن، يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبنا. وذكر في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي موسى وفيه ولا تختلف تطاوع ولا تختلف وعدوا أبي موسى، والحديث الثاني حديث البراء في قصة غزة أحد. طبعا الأول اللي هو حديث أبي موسى تطاوع ولا تختلف رواه متفق عليه. قال الغرض منه من حديث البراء أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا من مكانكم، وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد إن شاء الله. قال العيني: والاختلاف سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده عن الهلاك في قوله ولا يزالون مختلفين، ثم قال ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ليكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجل اختلافهم. هو هذا بناء على أن المقصود للاختلاف خلقهم، وأنهم دخلوا النار بسبب ذلك. والخلاف بين أهل العلم بالتفسير مشهور في معنى ولذلك خلقهم على قولين: للاختلاف خلقهم، القول الثاني للرحمة خلقهم، والقول الثالث جمع بينهما. فلام التعليل لبيان الحكمة الكونية على تفسير للاختلاف خلقهم، أي قدر ذلك، قدر الاختلاف على بني البشر، وأنه يعاقب من خالف الحق بأن يكون ممن دخل النار وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولام التعليل أيضا لبيان الحكمة الشرعية على تفسير للرحمة خلقهم، أي شرع لهم ما يرحمون به من الاجتماع. فالهلاك ضد الرحمة، والله أعلم وأعلم. ولذلك نقول أن خلقهم فريقين، قدر اختلافهم وشرع اجتماعهم وشرع لهم ما يرحم به من الاجتماع. يقول: وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أول الآية وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وقبلها خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ف
فأمروا بالثبات عند ملاقاتهم الأعداء والصبر على مبارزتهم، ثم أمرهم بذكره في تلك الحال ولا ينسونه، بل يستعينون به ويتوكلون عليه ويسألونه النصر عليهم، ثم أمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حالهم ذلك، فما أمرهم به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعون فيما بينهم فيفشلون من الفشل وهو الفزع والجبن والضعف، وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ابن بطال: قد أخبر الله تعالى أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل، فيتمكن العدو من المخالفين لأنهم كانوا كلهم مدافعين دفاعا واحدا، فصار بعضهم يدافع بعضا فتمكن العدو. وفي حديث عبد الله بن جبير: معاقبة الله على الخلاف وعلى ترك الائتمار للرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قوله، ترك الوقوف عند قوله، فأقيم على ذلك. كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم كل أصحابه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي سفيان، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي سفيان تصاون عن الخوض فيما لا فائدة فيه، وإجابة عمر بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي حماية للظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل، منعا لهذا الظن، وأن بأصحابه الوهن، فليس في هذا عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وإن كان عصيانا في الظاهر فهو مما يؤجر به. هذا ليس بظاهر أنه عصيان في الظاهر، بل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه لما ذكر سأل عن الثلاثة، ولم ينهى عن إجابته عندما قال إن هؤلاء قد قتلوا. فليس في قول عمر وإجابته في تلك الحال مخالفة، والله أعلى وأعلم. إنما كان ذلك أنجع من تقدير الله عز وجل أن عدم الإجابة أولا ثم الإجابة ثانيا دفعة واحدة في بقاء من سأل عنهم مما يكسر قلبه ويزيده يعني غيظا وشدة عمر في الجواب، مما أيضا يقوي قلوب المسلمين ويكسر قلوب الكافرين. فما أحسن ترك الجواب أولا ثم الجواب مرة واحدة ببقاء الثلاثة الذين لبقائهم بقاء هذا الدين برحمة الله وتوفيقه لهم، فكان ما وقع أحسن ما كان، ولذا كان عمر مأجورا رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن يقال إنه لم يملك نفسه، ف يعني من غيظه من كلام أبي سفيان فقال ذلك، لكن الظاهر هو نص الحديث أنه لم يملك نفسه، لكن لا يقال في مثل هذا أنه ليس بمكلف، فقد نطق بكلام مقصود معلوم ولم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ذلك، فدل على ما ذكرنا أن النهي عن الجواب كان في السؤال فقط عن أنهم ماتوا أم لم يموتوا، وأما ما وقع من الجواب فكان عندما قال أن هؤلاء قد قتلوا.
أفيكم فلان، أفيكم فلان، أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر. فكان هنا كان النهي. أما بعد أن قال إن هؤلاء قد قتلوا فكان جواب عمر قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب في تلك الحالة. وقوله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي سفيان تصاول عن الخوض فيما لا فائدة فيه ليس بظاهر، بل ربما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذعرهم الجواب أولا فيبدأوا في تجميع صفوفهم مرة ثانية ويحاولون الرجوع إليهم، خصوصا أنه قد ورد أنهم بعد انصرافهم أنهم أرادوا الرجوع ليستأصلوا من بقي من المسلمين بالمدينة. وعندها انتدب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى حمراء الأسد كما هو معلوم في سبب نزول قوله تعالى الذين قال لهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآيات. هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالخروج إلى حمراء الأسد إظهار القوة في مواجهة المشركين، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. لماذا كان يعني لم نقل أن جواب عمر يؤدي إلى الإذعار؟ لأنه كما ذكرنا كان مرة واحدة يسقط في يديه، فعلم أن الثلاثة موجودين فلا يطمع في إصابتهم بشيء، إذ لو كان واحد فقط ممن سأل عنهم ربما عزموا على قتله أو أرادوا قتله. فليس عصيانا من عمر، وليس أن الكلام أن عدم الجواب لا فائدة فيه، بل الفائدة في السكوت في تلك الحالة. قال قد بقي لك ما يسوءك، أرهب عليه لما ظن به الوقيعة وكسر شوكة الإسلام، وأنه قد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة أصحابه فعرفهم أنهم أحياء وأنه قد بقي لهم ما يسوءهم. الفائدة في السكوت أولا، ثم في الرد ثانيا، ثم في الرد بعد ذلك عندما تباهى بشركه. فكان مصلحة المعركة أو مصلحة الحرب في السكوت أولا، زي ما بيبقى يكمن وبعدين يروح يهاجم مرة واحدة، فبيبقى يربك ليه العدو. فهو اعتقد بكلامه، سؤال أول مرة، سؤال تاني مرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر، عن عمر. فلما اطمأن بظنه الباطل بأنهم قد قتلوا جاءه ما يسوءه مرة واحدة، فكان كسرا لقلبه. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه ألا تجيبوه، لأنه بعث بإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار دينه، فلما تكلم هذا الكلام لم يسعه السكوت عنه حتى تعلو كلمة الله. ثم عرفهم في جوابه أنهم يقرون أن الله أعلى وأجل لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلم يراجعه أبو سفيان ولا نقض عليه كلامه اعترافا بما قال. احنا قلنا ان سيدنا عمر رضي الله عنه ما فيش مخالفه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجيبوه كل عن كل واحد لوحده،
لكن لما قال الثلاثة ماتوا الثلاثة قتلوا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش لا تجيبوا، يبقى ده كان مخصوص على كل واحد. عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة في هذه المرة فهم منه عمر أو سبقت نفسه إلى ذلك دون يعني انتباه. على أي الأحوال، إما أنه عرف منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته بعدم الإجابة، لأن كل مرة كان يقول لا تجيبوه المرة دي ما قالهمش، فلما عرف ذلك أجابه. في قول الله أعلى وأجل، أفعل التفضيل هنا هو هنا كأنه يتفهم بيقول إن هم يقرون أن الله أعلى وأجل، وده صحيح، بس عندنا أن أفعل التفضيل ليست على بابها، هي قد تكون عندهم على بابها لا يستطيعون الجواب، لأنهم يقرون بعلو هبل وأن إيه وأن الله أعلى وأجل، لكن عندنا أعلى هنا ليست على بابها، بل الله له العلو وله الجلال، الله خير وأبقى، والخلق لا يبقون أصلا، بل لابد إيه أن يهلكوا، ولا مقارنة بين فرعون وبين الرب عز وجل، فلا خير في فرعون ولا بقاء له، وإنما والله خير وأبقى، فهذا كما ذكرنا أن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها في التفضيل، وإنما في إثبات المعنى المطلق، فالله له العلو وله الجلال، لكن هم لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هبل عالي والله أعلى، لكن لا يستطيع أن يجيب، لكن كما ذكرنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لإثبات العلو لله عز وجل، وهذه هذا الحديث في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وتنزهه عن كل معاني النقص، وأجل جل عن كل عيب وعن نقصان وعن شريك. يقول ثم ذكر صنما آخر فقال لنا العزى ولا عزى لكم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجاوبته، وعرف في جوابه أن العزى ومثلها من الأصنام لا موالاة لها ولا نصر، فقال الله مولانا ولا مولى لكم. هو بيقول لنا العزى، فيها نوع من الانتصار، فأجاب كان أحسن الجواب أن يقول لنا العزى ولا عزى لكم، كأنها تنصرهم أو هي التي نصرتهم، فكان أحسن الجواب الله مولانا ولا مولى لكم، الله ناصرنا ولا ناصر لكم. قال فعرف أن النصر أو عرف أن النصر من عند الله، وأن الموالاة والنصر لا تكون من الأصنام، فبكته بذلك ولم يراجعه، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجاوبته بنفسه تهاونا من خصام مثله، وأمر من ينوب عنه تنزها عنه. يعني مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون مناظرا لأبي سفيان، هذا رفع لقدره، بل يكفي أحد أتباعه عليه الصلاة والسلام وتلامذته يردون على أبي سفيان ما يقول، فما أحسن هذا المعنى، إذ أن بعض الصغار والسفهاء يريدون بطلب المناظرة وبالاعتراض على الكبار أن يرتفع شأنه، لأنه يعني يتصاول هو وفلان، يتناظر هو وفلان، فإذ أجابه من هو من أتباعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في أشعار هجاء المشركين، فهذا حسان يجيبكم عني، فكان ذلك فيه كبت للمشركين
أن أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب وينتصر ويعني يقطعهم تقطيعا في الشعر. فكان جواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجواب عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه نفس هذا المعنى في جواب أبي سفيان. يأتي قال الخطبي قوله إن رأيتمونا تخطفنا الطير مثل، والمعنى إن رأيتمونا قد انهزمنا وولينا فلا ترجعوا تخطفنا الطير. يقال فلان ساكن الطير وواقع الطير إذا كان هاديا ووقورا، وضرب المثل بالطير لأنه لا يقع إلا على الشيء الساكن. ويقال الإنسان إذا طاش وأسرع قد طار طير. قال ابن حجر أصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 أسير و70 قتيلا، هذا هو الحق في عدد القتلى. وأطبق أهل السير على أنهم 50 قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون، سرد ابن إسحاق فبلغوا 50، وزاد الواقدي 3 أو 4، وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم 40، لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل. يعني هم جابوا أسامي 50، ولكن لا يلزم أنهم أحاطوا علما بأسماء كل من قتل. قول البراء إن عدتهم 70 قد وافقه على ذلك ابن عباس وآخرون، وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال اتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد، وأن المراد بقد أصبتم مثليها يوم بدر، وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 70 نفسا، وبذلك جزم ابن هشام. واستدل له بقول كعب بن مالك في قصيدة له فأقام بالطعن المطعن منهم 70 عتبة منهم والأسود، يعني عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وقد تقدم اسم من قتله، والأسود ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب. ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير من ذكره ابن إسحاق فزادوا على 60، فقوي ما قلناه والله أعلم. إن المقصود أنهم لو قتل 70، وما في الصحيح مقدم على ما ذكره أهل السير، وعجيب أنه نقل عن ابن هشام الراوي للسيرة عن ابن إسحاق أكثر من 60، وهو يقول أطبق أهل السير على أنهم 50. هذا ليس إطباقا، قد زاد ابن هشام حتى بلغ أكثر من 60. قال ابن حجر في كتاب المغازي في باب غزوة أحد: أحد جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وقد سبق أن ذكرنا أنه على ظاهره أنه يخلق الله فيه من مشاعر الحب للمؤمنين عبر الزمان منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل من يأتي بعد ذلك من المؤمنين، فنحن نحب هذا الجبل وهو يحبنا. نقل السهيلي عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد، وأنه قدم مع موسى في جماعة من بني إسرائيل حجاجا، ف
فمات هناك. قلت: وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف جدا، من جهة شيخه محمد بن حسن ابن زبالة منقطع أيضا وليس بمرفوع. وكانت عنده عند جبل أحد الوقعة المشهورة في شوال سنة 3 باتفاق الجمهور، وشذ من قال سنة 4. قال ابن إسحاق: لإحدى عشرة ليلة خلت منه، وقيل لسبع ليال، وقيل لثمان، وقيل لتسع، وقيل في نصفه، يعني كلها كأقوال في أنها في النصف الأول من شهر شوال سنة 3. وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة، وفيه تجوز لأن بدرا كانت في رمضان باتفاق، فهي بعدها بسنة وشهر لم يكمل، ولهذا قال مرة أخرى: كانت بعد الهجرة بأحد وثلاثين شهرا. وكان السبب فيما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة، قالوا، وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها، قال: لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب، وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد أحد، من مشهد بدر، وتمنوا لقاء العدو. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح، والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عندي ضبته أو قال به فلول، فكرهته وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا. قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر بقرا يكون فيئا، وأولت الكبش كبش الكتيبة، وأولت الدرع استغفر الله. قال: أولت البقر بقرا يكون فينا. قال: أولت البقر بقرا يكون فينا، يعني ذبحا يقع فينا. وأولت الكبش كبش الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فامكثوا، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم، ورموا من فوق البيوت. فقال أولئك القوم: يا نبي الله، كنا نتمنى هذا اليوم، وأبى كثير من الناس إلا الخروج. فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها آلة الحرب، ثم أذن في الناس بالخروج، فندم ذو الرأي منهم، فقالوا: يا رسول الله، امكث كما أمرتنا. فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نزل فخرج بهم وهم 1000 رجل، وكان المشركون 3000، حتى نزل بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 300، فبقي في 700. فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين، وهما بنو حارثة وبنو سلمة، وصف هم الذين قال الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فثبتوا يعني. قال: وصف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالسبخة، وتعبوا للقتال. السبخة الأرض المملحة هتبقى شمال أحد، وعلى خيل المشركين وهي 100 فرس خالد بن الوليد، وليس مع المسلمين فرس، وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير على الرماة، وهم 50 رجلا،
وعاهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم، وكان صاحب لواء المسلمين مصعب ابن عمير، فبارز طلحة بن عثمان فقتله، قتل مصعب طلحة، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم، أحمالهم وأزوادهم ونحو ذلك، وحملت خير المشركين، فنضحتهم الرماة بالنبل 3 مرات، يعني تمكنوا من ردهم، رجعت خير المشركين، فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم، صاروا يجمعون ما به من الغنائم، فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم ودخل العسكر، فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه، فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم، وصرخ صارخ قتل محمد أخراكم، يعني في أخراكم في مؤخرتكم، فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون، قتل اليمان ولد حذيفة وهم لا يشعرون من شدة الدهش، قتله المسلمون، تصدق حذيفة عليهم بديته، وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم، ووقع فيهم القتل، وثبت نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه، فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته. لا حول ولا قوة إلا بالله، كسروا الرباعية السفلى، فمر مصعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير، وقيل معه طائفة من الأنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن الصمة، وشغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه، فقال أبو سفيان يفتخر بآلهته: أعل هبل، فناداه عمر: الله أعلى وأجل، ورجع المشركون إلى أثقالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل فهم يريدون البيوت، وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع. يريدون البيوت يعني إيه؟ المدينة. فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال: رأيت الخيل مجنوبة، فطابت أنفس المسلمين، ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم، وبكى المسلمون على قتلهم، فسر المنافقون وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق. فقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه، وقالت المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء العاقبة، سوء عاقبة المعصية، وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان، والحكمة في ذلك
أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون، يعني النفوس استعلت بعد النصر في أول المعركة، فكان لابد أن تنكسر وأن تتواضع لله عز وجل. ومنها أن الله هيأ لعباده منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم، ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده، كلها تتعلق بوقعة أحد. وقد قال ابن إسحاق أنزل الله في شأن أحد 60 آية من آل عمران. وروى ابن أبي حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن قصتكم يوم أحد، قال أقرأ 20 ومئة من آل عمران تجدها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله أمنة نعاسا، أخرجه ابن أبي حاتم. بل الظاهر أنها بعد ذلك إلى آخر قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال أخرجه ابن أبي حاتم نحوه ولفظه اقرأ بعد 20 ومئة، وفي آخره زيادة قال هم الذين طلبوا الأمانة من المشركين. طائفة قد أهمتهم أنفسهم هم ذو الذين طلبوا الأمانة من المشركين. اسنده حسن، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول، وذكره السيوطي في الدر المنثور. قوله وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت أي خرجت أول النهار، العامل في إذ مضمر تقديره واذكر إذ غدوت، هي إذ بمعنى حين، لابد لها من عامل فعل وفاعل تقديره واذكر إذ غدوت. تبوئ المؤمنين أي تنزلهم، وأصله من المآب وهو المرجع، يبوء باء مآب، تبوئ تنزل، والمقاعد جمع مقعد أو مقعد، والمراد به مكان القعود. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال غدا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أهله يوم أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن طريق مجاهد والسدي وغيرهما نحوه، ومن طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب، قال ووه، طبعا هو ضعيف جدا لأن الآيات كلها في سورة آل عمران في غزوة أحد.
وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأصل ولا توهنوا، حذفت الواو والوهن الضعف، يعني لا تهنوا وزنها إيه؟ لا تعلوا. الواو اللي هي فاء الكلمة حذفت، الوهن الضعف، يقال وهن يهن، وهذا هو الأفصح، ويستعمل وهن لازما ومتعديا، وهن العظم مني. وفي الحديث وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم ده المتعدي، وهن العظم مني لازم، ووهنتهم حمى يثرب أضعفتهم، اللي هو في عمرة القضية لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمل والكشف عن المناكب. وأنتم الأعلون جمع أعلى، وقوله إن كنتم مؤمنين محذوف الجواب تقديره فلا تهنوا ولا تحزنوا. أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله ولا تهنوا أي لا تضعفوا، ومن طريق الزهري قال كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص إلى كل امرئ منهم نصيب، فاشتد حزنهم فعزاه الله أحسن تعزية. ومن طريق قتادة نحوه قال فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز. من طريق ابن جريج قال في قوله ولا تهنوا أي لا تضعفوا في أمر عدوكم ولا تحزنوا في أنفسكم فإنكم أنتم الأعلون. السبب فيها أنهم لما تفرقوا ثم رجعوا إلى الشعب قالوا ما فعل فلان ما فعل فلان، فنعى بعضهم بعضا وتحدثوا بينهم أن الرسول صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فكانوا في هم وحزن. فبينما هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم، فثاب نفر من المسلمين رماه فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله، وعلى المسلمون الجبل والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الأوفياء بن عباس قال أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا، فأنزل الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ضعيف الإسناد. العلو هنا علو بالإيمان، علو وفوقية بدينهم وثباتهم على الحق. قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهم أعلى منهجا وإن كانوا هزموا في المعركة وقتل منهم من قتل. وقد ذكر المصنف قال قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه الآية إلى قوله والله ذو فضل على المؤمنين. أخرج الطبري من طريق السدي وغيره أن المراد بالوعد قوله صلى الله عليه وسلم للرماة إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى أمركم. وقد ذكر المصنف قصة الرماة في هذا الباب، وأن سأذكر شرحها إن شاء الله تعالى. ومن طريق قتادة ومجاهد في قوله إذ تحسونهم أي تقتلونهم، وقول المصنف في تفسيره تحسونهم تستأصلونهم هو كلام أبي عبيدة. وأخرج الطبري من طريق السدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة إنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. وكان أول من برز طلحة ابن عثمان فقتل، ثم حمل المسلمون على المشركين فهزموهم، وحمل خالد بن الوليد وكان في خيل المشركين على الرماة فرموه بالنمل فانقمع،
ثم ترك الرماة مكانهم ودخلوا العسكر في طلب الغنيمة، دخلوا عسكر المشركين، فصاح خالد في خيله فقتل من بقي من الرماة منهم أميرهم عبد الله بن جبير. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم فأثخنوا فيهم القتل حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم حتى حرف جر هي متعلقة بمحذوف أي دام لكم ذلك، هو دام لكم الانتصار، دام لكم أن تستأصلوهم وتقتلوهم حتى إذا فشلتم لا وقت فشلكم. ويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها محذوف. وقول ثم صرفكم عنهم فيه إشارة إلى رجوع المسلمين عن المشركين بعد أن ظهروا عليهم لما وقع من الرماة من الرغبة في الغنيمة، وإلى ذلك الإشارة بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال السدي عن عبد خير قال عبد الله بن مسعود ما كنت أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. رواه أحمد حسنه الأرنوط. لفظه أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أن إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، كلام المسعود، حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية أخرج مسلم من طريق مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات قال أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. لفظه قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. لا قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر قوله لقينا المشركين يومئذ في رواية لأبي نعيم لما كان يوم أحد لقينا المشركين، قول الرماة في رواية زهير وكانوا 50 رجلا وهذا هو المعتمد. وقع في الهدي أن 50 عدد الفرسان يومئذ هدي الوزاد المعاد وهو غلط بين. فكرة معظم ما ذكره ابن حجر من الحكم الربانية في ما حدث من هزيمة المسلمين
يوم أحد هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هو دايما يشير له بكتاب الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ها؟ كان ابن حجر بيعمل كده، لا بس هم ما كانوش 50 فارس. يقول غلط بين، وجزم ابن عقبه بانه لم يكن معهم في احد شيء من الخيل. وقع عند الواقدي كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لابي برده. يعني حتى 50 من 50 دي لا. ده المشركين اللي كان معاهم 100. الرواه 50، الرماه 50، مش الفرسان. كانش معاهم فرسان اصلا. او على اكثر حاجه 2. امر عليهم عبد الله في روايه زهير عبد الله بن جبير، وعند ابن اسحاق انه قال لهم: انضحوا الخيل عنا بالنبل لا ياتونا من خلفنا. وقولوا لا تبرحوا في روايه: حتى ارسل اليكم. إن رأيتموهم ظهروا علينا في رواية زهير: إن رأيتمونا تخطفنا الطير. وعند أحمد من حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الذهبي وحسنه الأرنوط. لا تنصرون ازاي؟ لأن هذا فيه هلاك المسلمين، بقاؤهم فيه نجاة المسلمين، بقاؤهم في موضعهم حتى ولو قتل منهم من قتل سوف ينتصرون ويرد كيد المشركين. قال: رأيت النساء يشتددن، أي يسرعن المشي. وفي رواية: يسندنا، أي يصعدنا. يقال أسند في الجبل يسند إذا صعد. الباقين يشددنا. يشتددنا، قال عياض: وقع رواية يشتددنا، وقع في رواية يشتدون ويستندون، كله بمعنى. لما وقد تقدم في أول الباب أن قريشا خرجوا معهم بالنساء لأجل الحفيظة والثبات، يعني علشان يكون فيه يتحفظ الرجال من الفرار، وليثبتوا دفاعا عن النساء. وسمى ابن إسحاق النساء المذكورات، وهن هند بنت عتبة خرجت مع أبي سفيان، وأم حكيم بنت الحارث ابن هشام مع زوجها أكرمة ابن أبي جهل، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث ابن هشام، وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان ابن أمية، وهي والدة ابن صفوان، وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاص، وهي والدة ابنه عبد الله، وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة ابن أبي طلحة الحجبي، وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عمير، وعمرة بنت علقمة ابن كنانة. وقال غيره: كان النساء التي خرجن مع المشركين يوم أحد 15 امرأة. رفعن عن سوقهن، جمع ساق، أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب. وفي حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند، إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون إحداهن قليل ولا كثير. يعني العز يأسرهن. إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم عنه، وخلوا ظهرنا للجبل فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ
ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم. اللواء بتاعهم سقط في الأرض. يذكر أنهم قتلوا 14 رجلا من المشركين من أصحاب اللواء حتى وقع في الأرض تماما. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا. فأبوا. في رواية زهير: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي يوم الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنتظرون. زاد: فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وفي حديث ابن عباس: فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، انكفت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين أصابعه. فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 9 أو 7، وجال المسلمون جولة نحو الجبل وصاح الشيطان: قتل محمد. قال: فلما أبوا صرفت وجوههم. في رواية: فلما أتوهم صرفت وجوههم، أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون. في رواية: فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وفي رواية مرسلة أنهم من الأنصار. وفي حديث صحيح أنه قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم 7 من الأنصار، فقال: ما أنصفنا أصحابنا. ثم قام طلحة فقاتل فأجهض المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: لما ولى الناس يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة. وقع حديث حسن صحابة شريفين. وقع عند الطبري من طريق السدي قال: تفرق الصحابة فدخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله، أثقل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صوب عليه، فتراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يذبون عنه، فحمله منهم طلحة وسهل بن حنيف، فرمي طلحة بسهم ويبست يده اللي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي شلت يده يعني يبست. وقال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي يستأمن لنا من أبي سفيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أنس بن النضر: يا قوم، إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه. ثم ذكر قصة قتله. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل، فأراد رجل من أصحابه أن يرميه بسهم، فقال له: أنا رسول الله. فلما سمعوا ذلك
فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع الناس. وسيأتي في باب المفرد ما يتعلق بمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام. قوله فأصيب 70 قتيلا في رواية زهير فأصابوا منها أي من طائفة المسلمين، في رواية منا فأصابوا منا وهي أوجه. زاد زهير كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 400. وروى سيد منصور من مرسل أبي الضحى قال قتل يومئذ يعني يوم أحد 70، 4 من المهاجرين حمزة ومصعب ابن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وسائرهم من الأنصار. قلت وبهذا جزم الواقدي، وفي كلام ابن سعد ما يخالف ذلك، ويمكن الجمع كما تقدم. أخرج ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي بن كعب قال أصيب يوم أحد من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6، وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة، والسادس يوسف ابن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس، يعني مع الأربعة السابقين حمزة ومصعب عبد الله بن جحش وشماس بن عثمان. وذكر المحب الطبري عن الشافعي أن شهداء أحد 72، وعن مالك 75، من الأنصار خاصة 71، وسرد أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا 96، من المهاجرين 11 وسائرهم من الأنصار، منهم من ذكره ابن إسحاق، والزيادة من عند موسى ابن عقبة أو محمد بن سعد أو هشام ابن الكلبي. ثم ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطي 4 أو 5 قال فزادوا عن 100. طبعا دي كلها أقوال ضعيفة. الصحيح قد أصبتم مثليها، يبقى كانوا هم إيه أصيب 70. قال اليعمري وقد ورد في تفسير قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد، فإنهم أصابوا من المشركين يوم بدر 70 قتيلا و70 أسيرا في عدد من قتل. قال اليعمري إن ثبتت فهذه الزيادة ناشئة عن الخلاف في التفصيل. قلت وهو الذي يعول عليه. طبعا هي ثابتة قطعا في الصحيح أنهم 70. الحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي عن علي أن جبريل هبط فقال خيرهم في أسارى بدر من القتل أو الفداء على أن يقتل من قابل مثلهم، قالوا الفداء ويقتل منا. صححه الشيخ الألباني رواه الترمذي. قال الترمذي حسن، يعني الصحابة اختاروا الفداء وقالوا يقتل منا يكونون شهداء، لكن الكلام يكون سهلا فإذا جاء وقت الجد حدث ما حدث. قال اليعمري ومن الناس من يقول 70 من الأنصار خاصة، وبذلك جزم ابن سعد. قلت كأن الخطاب بقوله أولما أصابتكم للأنصار خاصة، ويؤيده قول أنس أصيب منا يوم أحد 70، وهو في الصحيح، لكن الظاهر كلمة أصيب منا يعني من المسلمين وليس الأنصار فقط. أشرف أبو سفيان أي ابن حرب وكان رئيس المشركين يومئذ فقال في القوم محمد زاد زين 3 مرات في المواضع 3. قوله فقال لا تجيبوه وقع في حديث ابن عباس أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب، فقال عمر ألا أجيبه، قال بلى، وكأنه نهى عن إجابته في الأولى وآذن فيها في الثالثة. الصحيح هي أمر بإجابته أو أقر إجابته بعد أن قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فقال إن هؤلاء قتلوا في رواية، فقال ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، فقال عمر أبقى الله عليك ما يحزنك، إن الذي عددت لأحياء كلهم.
قال ابن إسحاق معنى قول أعل هبل أي ظهر دينك. قال السعيلي معناه زاد علوا. قال الكرملي فإن قلت ما معنى أعل ولا علو في هبل فالجواب هو بمعنى العلي أو المراد أعلى من كل شيء، علو معنوي يعني علو دين هبل. زاد زهير قال أبو سفيان يوم بيوم بدر الحرب سجال. في حديث ابن عباس الأيام دول والحرب سجال. في رواية ابن إسحاق أنه قال أنعمت فعال إن الحرب سجال. فعال قالوا معناه أنعمت الأزلام، وكان أنعمت فعال، وكان استقسم بها حين خرج إلى أحد. وقع في رواية في خبر السدي عند الطبراني أعلو هو هبل حنظلة بحنظلة، يعني دوء المر زي ما احنا ايه دوءنا المر يعني يوم أحد بيوم بدر. وقد استمر أبو سفيان على اعتقاد ذلك حتى قال لهرقل لما سأله كيف كان حربكم معه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وصفه في بدء الوحي، قال الحرب بينه وبينه سجال يدال علينا مرة وندال عليه مرة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على ذلك، بل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة كما في حديث أوس بن أبي أوس عند ابن ماجة وأصله عند أبي داود الحرب سجال. ويؤيد ذلك قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس بعد قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فإنها نزلت في قصة أحد بالاتفاق، والقرح الجرح. أخرج ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل جاء أبو سفيان فقال الحرب سجال فذكر القصة، قال فأنزل الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وزاد في حديث ابن عباس قال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذا وخسرنا. أبو سفيان هو اللي بيقول خبنا وخسرنا. ستجدون مثله. قال ابن فارس مثل بالقتيل إذا جدعه. قال ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان قالت خرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى يجدعن الآذان والآنف حتى اتخذت هند من ذلك حزما وقلائد، وأعطت حزمها وقلائدها أي التي كن عليها ليحشي جزاء له على قتل حمزة، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. قوله لم آمر بها ولم تسؤني أي لم أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري، يعني هو مش جاي عليه إن هو يعني يعتذر عن الايه عن المثلة، لا مش اعتذار، بيقول عشان كده قال لم تسؤني يعني مش زعلان، لم امر بها صحيح ولكن مش انا غلطان او هم غلطانين، لا بس انا مبسوط يعني. قال وفي حديث ابن عباس ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا ادركته حمية الجاهلية فقال اما انه كان لم يكرهه، هو كان في اعتذار بيقول ده مش رأي السادة بتوعنا التمثيل ده لأني مش عادتهم، وبعدين أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه كان لم يكرهه أنا مش متضايق لم يسؤني. وفي رواية ابن إسحاق والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيتهما به بحيث كان أعداؤه
لا يعرفون بذلك غيرهما، يعني مفيش منزلة أكتر من أبي بكر وعمر. الأعداء عارفين كده، وعارفين إن بقاء الإسلام في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إلا الشيعة فعلا. يعني أبو سفيان أعلم بمنزلة، إذ كان مشركا، إذ كان مشركا، وهم يزعمون أنه ظل مشركا. الشيعة يزعمون أن أبا سفيان ظل مشركا والعياذ بالله، وأنه هو ومعاوية من أكفر الناس. ف يعني هو أعلم بمنزلة أبي بكر وعمر من هؤلاء الشيعة، إذ كان مشركا. المشركون أعلم من الشيعة بمنزلة أبي بكر وعمر. قال: إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما، أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها. في فوائد القصة، وفيه شؤم ارتكاب النهي، وأنه يعوم ضرره من لم يقع منه. ولما اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الرماة انسحبوا من مكانهم وانشغلوا بالغنيمة، فقتل آخرون أبرياء لم يقصروا، منهم حمزة رضي الله عنه، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. يعني كلهم ماتوا ولا في حد مستند؟ مين دول الرماة؟ العشرة اللي فضلوا مع أميرهم قتلوا، والباقي بقى الله أعلم منهم من أصيب بقى في المعركة. قال: كما وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه. يا رب سلم. واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها، والمبالغة في الطاعة، والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهم. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران. إلى ذلك أشار عز وجل في سورة آل عمران أيضا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى أن قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص من أعدائهم من المنافقين، والتمحيص من أنفسهم من من كان يريد الدنيا حتى يخلص إرادته لله. وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول: أخراكم تأنيث آخركم. يقول: يقول كذا وقد ده كلام البخاري وهو تابع لأبي عبيدة، فإنه قال: أخراكم آخركم، وفيه نظر، لأن أخرى تأنيث آخر، تأنيث آخر لا آخر. وحكى الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم. قال العينين: لما نبذ المشركون على المسلمين يوم أحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة، انطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهو معنى قوله: الرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في ساقتكم وهي المؤخرة، وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. كثر من البعض في زماننا تشبيه غزوة أحد لما وقع في ربعة، هداهم الله، فما وقع في أحد كان بين المسلمين وبين المشركين، وهم أيضا من البدع والانحرافات أنهم يعتقدون ذلك أيضا بتكفير من يعني شارك في هذا، وإن القتل من الظلم ولا يلزم منه الكفر إلا من حارب الإسلام، وهذا لا يكون إلا بمعرفة التصريح
أو ما كان في القلوب يعلمه الله. ثم أمر آخر، وهي أن الله عز وجل لم يشرع للمسلمين سواء في مقاتلة المشركين أو في مقاتلة الظالمين أو البغاة أن يقاتل العزل بلا سلاح ولا اعتاد وهم يعلمون أنهم يقتلون. ويعني من أعظم ما يفرق أن القيادة التي تعلم يعني إصابة الناس وقتلهم كانت مستعدة، يعني كانت هي التي تأمرهم بالثبات ليزداد القتل، ونعوذ بالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكنها أوهام هؤلاء الذين خدعوا الناس وأوقعوهم فيما أوقعوهم فيه لينتفعوا فيما ظنوا بكثرة من يقتل وكيف تعد الجثث وكيف يعد القتلى. وهذا لا يصدر من عالم ولا فقيه ولا من رحيم شفيق أن يكون فرحا بكثرة من يقتل من المسلمين، لكن الشفقة الحقيقية والرحمة الحقيقية كانت في منع المأساة، وليس كما يطبقون الآيات في غير موضعها حتى يتهموا من خالفهم بالكفر وبالنفاق ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء.